وانا بذكر يعني كنت في الشفا بغسل، حكى لي خليكي يما انا جاي اخذك، ما بعرف انه عامل لي مفاجاه، اخذني على الكافيتيريا وخلى الشباب يسقفوا لي ويعملوا لي عيد لك هبيرتي عيد ام، وهذه كانت خطوه حلوه من فاكر يا امجد. انا بذكر وان شاء الله عن قريب نلتقي في الوالده، وبتكون انت بتطلع على المباشر وتنقل هذا الاحتفال، ويكون في جمعه محبه وخير، وترجع الوالده بخير، ويكون لك وللجزيره مباشر الشكر الكبير انه خليتونا نشوف الوالده. انا زوجتي قاعده بتبكي ما شايفاها، حبيبتي يا خالتو حبيبتي بنت اختي بتكون بتبكي يعني احنا مش قادرين نتكلم من انه الفراق صعب جدا، وبنتمنى من ربنا انه يكون اللقاء قريب جدا وتنتهي الغمه وينتهي الالم. احنا في غزه يمكن بنعيش ما بتعرفوا الاجتياح لغرب غزه، الان احنا عايشين بحاله رعب وحاله خوف شديد جدا، لكن اللحظه هذا اللي احنا بنشوفها بتبعد عنا كل الالم وبتقرب لنا الشوق والحنين والحب للوالده حبيبي يما حبيبي الله يرضى عليك.